بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي طلاب مدارس عبير الأهلية الصف الثاني الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس من دروس الرياضيات. درسنا اليوم بعنوان جمع المئات. فكرة الدرس تدور فكرة الدرس حول جمع المئات. أجمع المئات، أستعمل حقائق الجمع لأجمع المئات. من يقرأ هذا السؤال؟ ممتاز، رائع. أجد ناتج 300 زائد 400. ثلاثمائات زائد أربعمائات. سوف نستعمل حقائق الجمع السابقة، فنقول ما ناتج جمع 3 زائد 4؟ من يجيب على هذا السؤال؟ رائع، 7. إذن 300 زائد 400 يساوي 700. إذن 300 زائد 400 يساوي 700. أفكر، أعرف أن 3 زائد 4 يساوي 7. إذن 300 زائد 400 يساوي 700. أتأكد. من يقرأ هذا السؤال؟ أنت بطل. أجد ناتج الجمع 1 600 جمع 100. 600 زائد 100. سوف نستعمل حقائق الجمع 6 زائد 1. كم يساوي 6 زائد 1؟ بطل، ممتاز، 7. إذن 600 زائد 100 يساوي كم؟ رائع، يساوي 700. المثال الثاني 300 زائد 300. سوف نستعمل حقائق الجمع 3 زائد 3. ما مجموعهما؟ رائع، ممتاز، 6. إذن 300 زائد 300 يساوي 600. المثال، أتأكد، المثال الثالث 200 زائد 300. من يجيب على هذا السؤال؟ من يجمعهما؟ سوف نستعمل حقائق الجمع 2 زائد 3. ما مجموعهما؟ رائع، 5. إذن 200 زائد 300 يساوي 500. المثال 4، من يقرأ هذا العدد؟ أحسن، 700 زائد كم؟ ممتاز، 200. ما مجموع 700 زائد 200؟ ممتاز، 900. رائع. المثال 5، 200 زائد 100. هذا مثال سهل وبسيط. 200 زائد 100 يساوي، من يجيب؟ رائع، بطل، 300. أحسنت. المثال 6، من يقرأ هذا السؤال؟ بطل، 400 زائد 300. من يجيب؟ ما مجموعهما؟ ما مجموع 400 زائد 300؟ سوف نستعمل حقائق الجمع أو حقيقة الجمع 4 زائد 3. فما مجموع 4 زائد 3؟ أنت ممتاز، بطل، 7. إذن مجموعهما 700. في المثال 7، يعطيني 500 زائد 300. من يقول ما هي الحقيقة التي نستعمل، ما هي حقيقة الجمع التي نستعملها في إجابة هذا السؤال؟ أنت رائع، 5 زائد 3. ما مجموعهما؟ أحسنت، 8. إذن 500
500 زائد 300 مجموعهما 800. المجموع المثال 8. 500 زائد 0، هذا مثال سهل وبسيط لا يحتاج إلى تفكير. أي شيء جمع صفر هو نفس الشيء. إذن 500 زائد 0 هي 500. المثال: أتحدث، ما حقيقة الجمع التي أستعملها لأجد ناتج الجمع 600 زائد 100؟ أبين كيف عرفت ذلك. 600 زائد 100 يساوي 700. الناتج 700 بعد إضافة 100 على 600. أفكر في حقائق الجمع التي أعرفها لأجمع المئات. من يقرأ هذه الكلمة؟ بطل، أتدرب. من يقرأ السؤال؟ أي يا أبنائي، أحسنت، أجد ناتج الجمع. المثال: 10 200 زائد 500. سوف نستعمل حقيقة الجمع 2 زائد 5. 2 زائد 5 مجموعهما كم؟ ممتاز، 7. إذن ناتج المسألة يساوي 700. مثال 11، 400 زائد 400. سوف نستعمل حقيقة الجمع 4 زائد 4، ما مجموعهما؟ أحسنت، 8. 4 زائد 4 8، إذن 400 زائد 400 يساوي 800. المثال 12، 700 زائد 100، ما هي حقيقة الجمع التي نستعملها؟ 7 زائد 1، إذن الناتج هو 800. المثال 13، 600 زائد 300، سوف نستخدم حقيقة الجمع 6 زائد 3. من يجيب على هذا السؤال؟ ما جمعهما 6 زائد 3؟ رائع، 9. إذن 600 زائد 300 900. المثال 14، من يقرأ هذا السؤال؟ من يقرأ العدد الأول؟ أحسنت، 300، والآخر 400، إذن ما مجموعهما؟ 700. المثال 15، 100 زائد 800، الإجابة 900. المثال 16، من يقرأ هذا العدد؟ رائع، 500 زائد كم هذا؟ ممتاز، 300. ما مجموعهما؟ سوف نستخدم حقيقة الجمع 5 زائد 3، 8. أحسنت، إذن المجموع 800. المثال 17، 400 زائد 300، قد أجبنا عن سؤال مثل هذا السؤال من قبل. سوف نستخدم حقيقة الجمع 4 زائد 3، سهلة، 7. إذن 400 زائد 300 مجموعهما 700. حل المسألة: الحس العددي مع هناء 700 ريال، فإذا أعطاها أخوها 200 ريال أخرى، فكم ريالا أصبح معها؟ سوف نقول 700 زائد 200
فإن فيكون المجموع 900. أحسنتم، 200 زائد 700 يساوي 900 ريال. وإلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.